الإخوان المسلمين كان لهم دور كبير في نجاحي في مجلس الأمة. كما ستأتي السكين ترون الرؤوس تتطاير هنا في الشوارع، وبما في ذلك الحكام. تحت لواء التنظيم الدولي وتحقيقا لأهدافه السياسية، كانت الفوضى تصريحا وتلميحا خلف ستار الدعوة والحرية. هذا هو الحال للإخوان المسلمين في الكويت. كتنظيم؟ لا، عندنا اشتراطات عشان تدخل معانا. زين، واشتراطات هذه أنت تتفق معانا على الأجندة. أنا سألوني كثيرا ليش ما ترشح نفسك؟ ما هو شرط أرشح نفسي، أنا يكفيني أن أفكاري تطبق. الجماعة التي ظهرت في الخمسينات الميلادية كجمعية للإرشاد الإسلامي ولتكمل طريقها بمسميات وهيكلة إدارية مختلفة، أعضاؤها يجلسون على مقاعد في المؤسسات السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، حتى الوصول لحركة دستورية وجمعية إصلاحية، وكل ذلك لكي لا تلتفت الأنظار نحو المسميات فلا إخوان ولا أحزاب. أنا من قيادات الإخوان المسلمين. طارق السويدان أحد القادة في التنظيم، ومن دخل من باب البحث والتاريخ الإسلامي، والغاية هي الأجندة. قبل 67 كانت الأمة مريضة مرض شديد أقرب إلى الموت. جاءت عملية الإنعاش هذه ب 67 لما فقدنا القدس وما ثارت الأمة، يعني معناها خلاص على فراش الموت. هنا استيقظ بعض أبناء وبنات الأمة، وأكثرهم من أبناء الحركة الإسلامية التي هي تراث عظيم، تأثر بأفكار الأفغاني ومحمد عبده ومحمد الرشيد رضا، سلسلة عظيمة، حسن البنا، أبو الأعلى المودودي، وسيد قطب، وبعدين القرضاوي حفظه الله، وسلسلة طويلة من الفكر الذي أحيا الأمة. وهو ذات المدخل لمحمد العوضي، من يظهر ما يخفيه حينما تسمح الظروف. احنا دول الاوامر، تجينا اوامر يا حجي. طبعا يا حبيبي، يا مؤامره. اي مؤامره؟ انت يتامر عليك، انت اقل من انه يتامر عليك. افهم اللعب يا جماعه، افهم الكلام. اخونا الشيخ ابو الحارث حمد سنان، ترى ان شعبك اكثر الروتين كله. اكثر جزاه الله خير. اليوم في ديوان العامر الاسبوعي، اليوم كما اعلن في تغريده في تويتر، ان عامل يعني اشبه ما يكون بجلسه فريحيه بمناسبة فوز حزب العدالة والتنمية ورئيس الحزب أردوغان. وحينما نتحدث عما أخفته الأيام وكشفته لاحقا، فهنا حاكم المطيري، من فضحته تسريبات القذافي وهو الهارب إلى تركيا، ومن يعيش على أحلام الفوضى الخلاقة. تغلق كل مساجد البلد بوهم أنه عندنا حالة كورونا، شرعا ما تفعله ردة. لا تأتي إلى أمة تعيش أسوأ أنواع العبودية وتقولهم عليكم بالسمع والطاعة وإن تولى عليكم. هؤلاء ما هم بالعرب اللي خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يكفيهم ما هم فيه من عبودية. شريك آخر للتسريبات مبارك الدويلة، من برر ما دار ونشر مع الرئيس الليبي الأسبق. لما تكلم الكلام هذا كان له موقف، يعني قال كلام مو زين. رحت أنا وفايز القيري للديوان الأميري وبلغت سمو الأمير الحي يرزق، وقلت له ترى قال كيت كيت كيت، كلام مو زين. قبل أن يكذبه الديوان الأميري في الكويت، وعندما نتحدث عن الدويلة فحديثنا عما يعترف بانتمائه ويعرف بدفاعه عن الإخوان. حنا إخوان مسلمين الكويت، حنا نفسنا مو مستغلين كانوا، قالوا لا لا، احنا تنظيمنا بروحنا لكننا مرتبطين تنظيميا تنسيقيا بدولية دولي. نعم، بالتنظيم العالمي الإخوان المسلمين الدولي، هذا ما هو سر. قاعد يطالب بالخليج هو الناس اللي ما تبي حريه ولا تبي ديمقراطيه ولا تبي حريات سياسيه، وتبي ترجعنا مره ثانيه الى عهد ما قبل الربيع العربي، الدكتاتوريه والظلم والكبت وقهر الناس. نموذج اخر للدفاع ولمن يحلل استراتيجيا وفقا للعرض والطلب. أنا أرى والله أعلم أنه رأي خلفان في أنه أخوان الخليج يطمعون في السلطة. نعم. لا، هذا أمر يعني شيله من مخك، لأن الأخوان في الخليج صار لهم مصلحة في استمرار الوضع هذا في الخليج،
فهمت كيف؟ لأنهم دخلوا في الموضوع البزنس. قضايا مالية ودعم لجماعات متطرفة وملفات كشفت منها ما أعلنته السلطات الكويتية في فترة لاحقة عن القبض على خلية مصرية لجماعة الإخوان. هذه الخلية التي أظهرت وجوداً للمئات في وقت سابق والذين أخذوا من الكويت ملجأ للهروب ومن قطر وتركيا تمويلاً ورسماً للسياسات. تجيش الرأي العام والهجوم على مجلس الأمة وقضية استوجبت الهروب لعدد من المشاركين فيها ومن ينتمون للجماعة. هذا الوضع المزري مع الظرف الإقليمي المهلك لا يمكن أن يستمر. والله العظيم لو عدو يسوي خطة للكويت ما يبلغ بها ما بلغوا بها الآن. الأمثلة كثيرة عما يخدمون مشروع الإخوان المسلمين بتكوينه الإقليمي والدولي. وفي الكويت حالة ممن يمارسون أعمالهم السياسية والاقتصادية ويمثلونه في البرلمان ضمن المؤسسات الرسمية، وهي القصة التي تدور عليها الأحاديث عن هذه الجماعة والتنظيم. يوسف الغنامي، MBC.